180 ثانية مع خالد الدوسري. حياك خالد. ليش نحس فيك نبرة حزن يستوحيها المشاهد؟ نبرة الحزن. نبرة حزن. إيه. تنهاته فيها كلام عميق جدا. الأمانة أنا تأثرت بوفاة والد عمي وأخوي كبير صراحة، فاليومك هذا والله إني فاقد الشيء ذا. ممكن اللي تقدر تقول نبرة حزني من الشيء ذا. طب الحزن يأثر على علاقتك مع الشباب؟ حزنك اللي أنت عايش فيه؟ لا أبدا، الحزن شيء في داخلي. طب ليش أحس إن في حدود ما بينك وما بين الشباب؟ كلهم والله نعم، بس ما في حدود. ممكن أنا أتحفظ. أنت ولا هم؟ ممكن أنا أتحفظ. ليش تتحفظ؟ صراحة ما أخفيك، أعتبر نفسي بعد البث ممكن أروح الفكاهة بينهم. بس بعد البث؟ إيه؟ إذن وسط البث إيش المشكلة؟ أنا أتحفظ، ما بي أكون أمزح مع واحد مسح غف وأتحسف عليها أو كذا. تتوقع فيه تصنع ردات فعل؟ تصنع ردات فعل؟ إيه؟ أكيد واضح فيه ردات فعل وفيه تصنع. طب أبعطيك وعطني اسم واحد فقط الآن. اسم تشوف أنه بياخذ المركز الأول بعجالة. اسم أشوفه ياخذ المركز الأول؟ سلطان حميري. اسم تتوقع أنه راح يغادرنا في البرايم القادم؟ سريع يا خالد. صراحة شخص مبدع نجم الأمانة، بس مجرد إحساس. حسين الواهلي. أقرب شخص لك؟ أقرب شخص لقلبي أو أقرب شخص لي بسام السيف. شكرا تقولها لمين؟ شكرا تقولها لمين؟ شكرا أقولها لمن؟ أقولها لأمي. آسف تقولها لمين؟ آسف أقولها لمين؟ للشخص اللي زعلتها واختت بحقه. مين؟ شخص معين يعني؟ ما في، بس أي شخص. خلاص ما يحتاج تذكر اسم طلبة ما في موجود. أنا جاي هنا عشان يقيمك الجمهور يا خالد. أنا جيت هنا مو علشان يقيمني الجمهور، علشان يعرف من خالد ويحب خالد. طيب برجع لسالفة التصنع. عندك الجرأة أنك تعطيني أسماء أشخاص متصنعين معكم؟ الجرأة فيه، بس ما ظنت إنها بتفيدني. سملي. ما بتفيدني لا. وش فائدة إذا جرحت خوي أو بنت؟ تتهمهم إنهم متصنعين. الجمهور ذكي ويشوف يعرف، فلما أقصد شخص بعينه لا والله هذه من ردات حظي أو سوء تصرفي ممكن. طيب تتوقع يا خالد إن حسادك كثير؟ حسادي؟ إيه. ما بعد بدينا في المحبين عشان ندخل في الحساد، واللي حسدني خلاه. ما عندك محبين؟ في محبين إن شاء الله، بس ما بعد. شكرا للحسادي على كل ما صار. يا سلام. هم والله اللي للنجاح دعموني. يا سلام. شكرا لك خالد. الله يسعدك. موفق. يرحم والديك.